ترأست الأميرة سلمى مرفوقة بالشيخة موزة بنت ناصر مساء أمس بفاس حفل افتتاح الدورة 22 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة الذي ينظم تحت رعاية سامية للملك محمد السادس تحت شعار نساء مشيدات. وتابعت الأميرة سلمى العرض الافتتاحي للمهرجان الذي حمل عنوان سماء مرصعة بالنجوم، والذي شكل مناسبة لاستحضار مسار نساء شهيرات طبعن تاريخ المغرب وبعض المحطات من حياتهن، وذلك عبر حكي مجازي يستحضر تألق هؤلاء النسوة الرائدات وإسهاماتهن في الحياة المغربية. حاولنا يعني في هذا المهرجان ديال هذه السنه باش نبينوا هذا الدور ديال النساء المغربيات في هذا التطور ديال المغرب، وهذه في الانفتاح ديالو غادي تكون فيه يعني اون كرياسيون اللي غادي يحاول مع ايضا يعني نساء جايين من بلود اخرى من كل العالم، من الصين، من فرنسا، من ايطاليا، من ايران، من اذربيجان، من فلسطين ايضا، باش غادي نبينوا يعني هاد الرموز ديال يعني ديال الدور ديال النساء. اولا عندي الشرف اللي حضرت لهذا المهرجان تاع لا دوزيام 22 ايديسيون، والدور ديالي عطاه ليا الان ويبير ديريكتور ارتستيك ديال هذا المهرجان هذا، وهو شرف كبير حيت غادي نلعب الدور تاع شهرزاد. شهرزاد اللي ديجا لعبتها لي ميدي ان تي في الاذاعه ديالكم، هاد قناة ميدي ان تي في، هادي عامين في رمضان. حنا يعني الهدف ديالنا كشباب كنمارسوا الموسيقى التقليديه او الموسيقى الاندلسيه بحد ذاتها، هو ان احنا نصفوا بالموسيقى ديالنا. يمكن مثلا باش ما تبقاش الموسيقى منحصره في المغرب او في المغرب العربي، تصافر هذه الموسيقى. مثلا جاو ايرانيين مشاركين معنا او من اذربيجان او من الهند وسمعوا اللي غنيت، ويعني بقاو مبهورين بشي يعني بالنوع ديال الموسيقى وبالستيل. يعني هذا بحد ذاته هدف، لان احنا كنوصلوا ثقافتنا وكنستقبلوا ثقافه وحدينا خير، وهذا الجميل جدا في هذا العمل. وللمزيد ينضم الينا مباشره من فاس عبر الهاتف موفد ميدي ان تي في حسام الدين نصر. حسام صباح الخير. صباح النور صفية، تحية لك ولمشاهدينا الكرام. إذا نريد أن نعرف الأجواء التي تم فيها افتتاح الدورة 22 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. نعم صفية، مدينة فاس في أبهى حللها تستقبل وتحتضن لمدة 9 أيام روائع وإبداعات موسيقية بأنماط وأشكال مختلفة تمتزج فيها الروحانيات بالتراث الموسيقي لبلدان عديدة. صفية، ما شاهدناه أمس وما تم عرضه خلال حفل افتتاح الدورة 22 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة يظهر جليا المكانة الرفيعة ومدى نضج هذه التظاهرة التي أضحت موعدا مميزا من المواعيد الفنية والثقافية الدولية الكبرى. لابد من تسليط الضوء أيضا على شعار هذه الدورة نساء مشيدات، وهذا بحد ذاته اعتراف واحتفاء بدور النساء اللواتي تركن بصمة في التاريخ على غرار فاطمة الفهرية التي يعود إليها الفضل في تشييد مسجد وجامعة القرويين، إضافة إلى قرينتها من النساء البارزات عبر العالم. بالعودة إلى حفل الافتتاح صفية الذي أبهر الحضور بلوحات فنية متقنة صممت على شكل حلم ووظفت خلالها الصور الضوئية المتحركة بطريقة إبداعية جسدت دور النساء على مر التاريخ ابتداء بالأسطورة شهرزاد. الحفل شارك فيه فنانات من دول عديدة، فإضافة إلى المغرب كانت هناك منغوليا، أذربيجان، إيران، إثيوبيا، الهند، لبنان وإيطاليا. نعم نعم. عدا يعني هذه الميزة شعار الدورة الاحتفاء بالمرأة هذه السنة، ما الذي يميز هذه النسخة على مستوى، طبعا ذكرت بعض الدول المشاركة، وعلى مستوى الفنانين المشاركين؟
نعم هذه يعني جديد هذه الدورة صفية. نشير هنا إلى أنه ابتداء من هذه السنة سيتم الاحتفاء بدولة معينة كضيفة شرف، ضيفة شرف هذه الدورة. الهند هذا البلد الغني بتاريخه العريق وثقافته الواسعة ستكون ضيفة شرف هذه الدورة. من جديد المهرجان أيضا صفية هو إعطاء فرصة للمواهب المغربية الواعدة للتعبير عن نفسها والحضور أمام الجمهور، جمهور المهرجان الغفير، وذلك من أجل أن تفتح لها آفاق الشهرة. صفية المهرجان يعني ليس فقط موسيقى وغناء، بل هناك جلسات حوار ونقاشات حول مواضيع مختلفة. ستصب هذه الدورة في خانة النساء البارزات، حيث سيتم تكريم عالمة الاجتماع وابنة فاس فاطمة المرنسي التي وفتها المنية مؤخرا. إذن صفية هي تظاهرة فنية ثقافية وازنة تحتفي بها مدينة فاس على مدى 9 أيام. إن شاء الله سنوافيكم بكل ما يميز هذه الدورة من نشاطات فنية موسيقية وثقافية في مراسلاتنا ومداخلاتنا المقبلة. نعم بالتأكيد حسام، ننتظر منكم المزيد. موفد ميدي أن تي في إلى فاس، حسام الدين نصر، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.